قد تكون فئة الأطفال هم الأكثر تضرراً في زمن كورونا، لكن أطفال التوحد هم من يعيشون حياة كارثية باعتبارهم يخضعون إلى برامج خاصة. تابعوا معنا. التوحد المرض الصامت الذي يصعب في الكثير من الأحيان تشخيصه. بسبب صعوبة التواصل بين المصابين به وأفراد المجتمع. لازم دعم كبير، لازم دعم سواء من الأسرة سواء من المجتمع سواء من الدولة، لازم لهم دعم. المشكلة هنا أن الآخرين لا يقرؤون الطفل المصاب بالتوحد، فيقفزون باستنتاجاتهم بأن تصرفاته عدوانية. لونديكاب لو بلو لور عند الطفل التوحدي يعني هو سي ان هانديكاب اون لوي ميم، لانك انت لما ما تعرفش تتواصل او ما عندكش لغه للتعبير راح يجربك الى سلوكات اخرى اللي هي العدوانية، اللي هي السلوكات الغير نقدر نقوله الغير مرغوبة. ممكن انت مجرد انك طفل يحب يشرب الماء تلقاه يبكي شعون يصدر اصوات الى اخره، ممكن يدير يعني حيحاية الوركي ممكن القرعة تعلم قدامه. اما بالنسبة لعائلته فلن تلاحظ اعراض التوحد عن طفلها الا بعد عامين او ثلاثة من عمره، عندما يجد صعوبة في التواصل اللغوي ولا يستطيع التواصل بصورة شفهية من خلال إكمال جملة أو حوار. عندهم هناك حالات افتقدوا القدرة، حتى بالنسبة لي عندهم يعني مستوى عالي صار فيه نوع من الانتكاسة والاكتئاب والحزن. عندهم بروغرام، هما هادو مال الاطفال عندهم فرط الحركه، يسون ايبر اكتيف، دونك لازم لهم باش نعلموهم وين يحطوا هذيك الانرجي تاعهم، لازم ديروا لهم الرياضه، لازم ممارسه الرياضه، لازم طول الوقت. بون في الجي الحمد لله كاين، بصح نخرجوا على الجي ما كان والو. والان علامات استفهام وتساؤلات عديده تطرح حول كيفيه تعامل الاسره مع طفلها ذوي الاحتياج وما تحتاجه لتتخطى ما يقابلها من تحديات في ظل ازمه كورونا والعوده المفاجئه الى نقطه الصفر. كل طفل هو حالة في حد ذاتها، كاين اللي ممكن الفترة هذه كلها تمر عليه، ولكن على علم اليقين انه هناك يرى دي ديغا يعني اللي راح يترتبوا على هاد الاستمرارية تاع الغلق هدايا وعدم مزاولتهم للخدمات وعدم خروجهم من البيت، عدم لانه كان عندهم روتين. الطفل التوحدي يختلف على جميع انواع الفئات من اطياف المجتمع او الحالات المعاقه ان صح التعبير. عنده هو معامله خاصه، لازم ديما تقعد تتعلم فيه، لازم ديما تقعد تنتبه له، لازم ديما تهضر معاه، ديما توري له، يقعد ديما صديق. ماشي كيما الولد الصغير، بصح ديما في هذيك مرحله تاع التعلم تاع الولاد الصغار. ليس من السهل انك تحجز كما نقولوا طفل توحدي في البيت. هذا الطفل التوحدي الذي كان ممكن كان يمارس رياضه، ممكن كان يروح يحتك مع الاطفال، ممكن كذا، فهنا هذا الحجر الصحي بامكانه ان يعطل البرامج العلاجيه اللي كانت محطوطه من قبل. آباء يتألمون لوضعية أبنائهم، لا يريدون شيء، فقط الالتفات لهذه الفئة التي تعاني وتتألم في صمت. الحق صعوبات كي كان صغير كان شوية ما تنجمش تحكم فيه، بصح دوكا كي كبر شوية الحمد لله احنا مدينا له. Thank you.
راه سخينا السجره هيا هيا راه سخينا السجره حمر الماء وراه سخينا السجره هيا احيانا ما يترتب عليه في البيت ويعني ارسلهم لنا بعض الفيديوهات كيف حالوا صاروا ابنائهم في حالات من نقول لك الهلع وشوفوا ابنائهم يعني انتكسوا صارت عدوانيه صار الابن كما نقولوا على بالكش يعني كل الاسره صارت كما نقول لك خلاص حتى بعض الاولياء اللي كان العمل دياله مضطر انه باش يروح للعمل دياله ممكن ما استثناش كيف يعني وين يحط ابنه يعني كان هناك يعني راهي ستكوميل يعني اللي راهو اثر على هذا كيما نقول لك الحلقه اللي راهي في المجتمع هيا صوت الله هيا هيا اطلع عاود هبط فوالا اطلع ويبقى العلاج متفاوتا بتفاوت درجه التوحد لكل طفل ويعتمد على تدريب السلوكي وتنميه مهارات التواصل الاجتماعي وقبل ذلك تدريب الأسرة على كيفية التعامل مع طفل التوحد والتوعية بهذا المرض الشبح.